نكمل. regulation of hemocyanosis. regulation يعني التنظيم. أنا هاي العملية شلون جاي تتنظم عندي؟ تتنظم عندي همينة يعني مو بصعوبة، ببساطة نوعا ما. دي يقول لي الفيدباك انهبيتر. شنو الفيدباك؟ يعني إذا صار عندي زيادة الجسم لا إراديا راح يبدي ينقصها، وإذا صار عندي نقصان فالجسم لا إراديا راح يبدي يزيدها. أوكي، فهنا ايش دي يقول لي؟ دي يقول لي إنه الهيم أنا إذا أريد أقلل من عنده، أوكي، إذا أريد أقلل من تصنيعه فأنا لازم أثبط الـ ALB synthesis. أوكي، لأن عرفنا إحنا إن الـ ALA هو اللي راح يبدي لي أول خطوة، هو اللي راح يحول لي الجلايسين والسكسينايل إلى أمينوفينات. أوكي، فأنا لازم أثبط من هاي الخطوة على مود أمنع عملية انتقال هذا المركب اللي هو الأمينوفينات أو عملية تصنيعه داخل الميتوكوندريا أصلاً إلى السيتوبلازم. أوكي، لازم هذا أني أوقفه. effect of drug، نجي على تأثير الأدوية. أنا عندي هواية أدوية، هذه الأدوية راح تأثر على الهوموبروتين سايتوكروم، هذه اللي أخذناها الفوق اللي هي قلنا هي وحدة من وظائف الهيم. وظائف الهيم كانت عندي اللي هو السايتوكروم بي 450 اللي كان محلل للزينوبايتك. فهنا ايش دي يقول لي؟ دي يقول لي عندي أدوية راح تحتاج required هوموبروتين، راح تحتاج عندي الهوموبروتين، وراح تزيد من البي 4 بي 450. اوكي، وراح تزيد عندي من البي 450، هذا ايش راح يسوي؟ هذا راح يؤدي الى زياده من انتاج الاي ال اي. فمن يعني اني محتاجه هيم، شوفوا اني عندي محتاجه هيم، خصوصا جماعه فقر الدم هم يحتاجون هيم. فاني شلون احفز عندهم عمليه تصنيع الهيم؟ عن طريق انه اني احفز البي 450، وهذا البي 450 هم راح يزيد الاي ال اي سانثيز اللي راح يبدي لي اول خطوه بخطوات تصنيع الهيم. زين، ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي الحديد اوكي must be available for fertile seed. اني اخر خطوه من خطوات تصنيع الهيم تتطلب وجود الحديد، لازم اني عندي حديد، ما اقدر اصنعها بدون حديد. زين، هسه ايش دا يقول لي هنا؟ دا يقول لي البروفوجينس different form بروفورين. مركب البروبرفرجين يختلف عن البروبرفرين. البروبرفرجين هو الخطوة قبل الأخيرة بين العفو الخطوة هذه هنا عندكم، وهذا البروفرين اللي هو كان الخطوة اللي قبل الأخيرة. هنا ايش يقول لي؟ بروبرفرجين هاف مور هيدروجين، يعني دا يقول لي ان البروبرفرجين عنده ذرات هيدروجين اكثر وروابط دبل، يعني روابط ثنائية أقل. أوكي، البروفرجين colorless عديم اللون. أوكي، however easily auto oxidized to the color porphyrin، بينما البروفرين هو يكون ملون. البروفرجين not fluorescent يعني ما بي إشعاع. أوكي، while البروفرين لا، هذا يحتوي على ultraviolet يعني هو عنده قابلية على امتصاص الأشعة الفوق بنفسجية وينطينا لون fluorescent red، يعني ينطينا لون أحمر. فهسا أعيد لكم، البروفرجين هذا هنا يحتوي على هيدروجين ويحتوي على أواصر تساهمية أو أواصر مزدوجة أقل، وهذاك بالعكس، ذاك الهيدروجين بي أقل البروفرين والأواصر المزدوجة مالته أكثر. هنا هذا عديم اللون، هذاك شنو؟ بي لون. هذا ما يحتوي على لون شعشاعي، هذا بي لون شعشاعي وأشعة فوق بنفسجية. نجي على الديسوردر. الديسوردر اللي هي شنية؟ اللي هي الاختلالات اللي تصير عندي نتيجة يعني نتيجة لتصنيع البورفريز. البورفيريا هنا عندي هي شنية؟ هذه تصنف على انه هي مرض. اوكي، هذه البورفوريا نتيجة لعدم تخليق الهيم بشكل صح، يعني أنا الهيم مالتي من ما يتصنع بشكل صح راح تصير عندي بورفوريا. شنو أسبابها؟ عندي أسباب هنا، يا أما تكون جينيتك وراثية يعني نتيجة لنقص الإنزيم، أو أكوايرد مكتسبة نتيجة للتسمم بالش يسموها بالرصاص. هستونا قلنا إذا واحد شخص تسمم بالرصاص فراح يأثر على إنزيمين من إنزيمات تصنيع الهيم، راح يؤدي إلى توقيف عملية تصنيع الهيم. زين، نجي على البورفريز. may be divided into major based on organ. هسه ده يقول لي هنا انه الحالة البورفريز اللي هي عدم انتظام تصنيع الهيم اذا صارت تبعا للاعضاء، يعني بسبب الاعضاء، يعني مثلا سموها اريثروبايتك بورفرورية نتيجة لانه ده يصير عندي خلل
تصنيعها بالبون مرو بنخاع العظم، وسميناها هيباتيك بورفيريا نتيجة لأنه صار عندي خلل بتصنيع الهيم بالكبد. فهسه أنا إذا عندي تصنيع الهيم خلل بنخاع العظم أرس روبايتك، إذا أنا عندي بالكبد هيباتيك. أوكي، الأسباب فوق وراثية ومكتسبة، وأماكن التصنيع أيضا صنفوها كبدية ونخاع العظم. زين نجي على عندنا examples of required porphyrias. هسه إحنا عندنا أمثلة على الأكوايرد اللي هي المكتسبة قلنا نتيجة للتسمم، فإحنا هذا التسمم دا يصير عندي بسبب الرصاص وراح يؤدي إلى تثبيط إنزيمين قلت لكم عليها اللي هي الـ ALA dehydratase والفروتشيليت، هذا دا يصير بواسطة اللي هي كانت بالخطوة الثانية والخطوة الأخيرة المالتي الرصاص يثبطهم. المحصلة النهائية جدي يقول لي إن البروتوفيرين إن أرثروسايت and elevated urinary levels of ALA كوبروفرين. هنا نجد يقول المحصلة النهائية لأن أنا جاي مدى يصنع عندي هين، فراح راح يصير عندي نسبة البروتوبورفرين راح تصعد. ليش؟ لأن إحنا عرفنا إنه الخطوة النهائية كان البروتوبورفرين يتحول إلى هيم عن طريق إنزيم الفرو تشيلسيت، فأني إذا هذا الإنزيم انعدم من عندي في البروتوفرين راح تصعد نسبته. والخطوة الثانية اللي هو أني أصلاً كان عندي دا يتحول الأمينو فينيليت إلى هيدروكسي، هذه هم صار بها خلل فراح تصعد النسبة مالته. أوكي، نجي على الهيردايتي اللي هي الوراثية اللي هو أصلاً من الله شخص يجي ما عنده هاي الإنزيمات، هذا إيش راح يسوي؟ هذا راح يقول deficiency of orobirefrigin النوع الثالث وانكريس تايب 1 بيرفرين. هذا الأورافراجين النوع الثالث اللي هو هذا هنا، أوكي، هذا راح يصير عندي خلل به اللي هو كان أني موجود عندي بالخطوة الثالثة أو العفو الخطوة الرابعة، هذا أني من راح يصير عندي خلل به، هذا راح يؤدي إلى الأورافراجين النوع هنا. مو مفروض النوع الأول، مفروض إنه هو يكتب النوع الثالث، أنا ما أدري هو ليش كاتب النوع الأول صراحة، لكن مشوها مثل ما هو كاتبه لأن هو النوع الثالث نقص عندي، فالطبيعي إنه ما تيصير نقص اللي هو الأبوفرنجين، لكن ما لي دخل، هو خلاص كاتب نتيجة إني نقص بهذا الإنزيم اكتب للبورفرين النوع الأول عندي بيها نقص. زين acute entertainment porphyria، هسه دي يصير عندي حالات حادة بسبب البورفوريا. أول شيء deficiency in hepatic stone، احنا مو دا نقول انه البوريفوريا اللي هي عدم انتظام تصنيع الهيم راح تسبب لي نقص بتصنيع الابر فيروجين النوع الاول، وراح تسبب لي بزيادة الـ ALA اوكي بورفيرينوجين. فهنا انا هذه لا تقلقون من عندها، يعني انا فقط افتهم عندي وراثي ومكتسب، عندي كبدي او عندي نخاع عظم، التسمم بالرصاص راح يؤدي الى نقص انزيمين، المكتسبة راح تؤدي الى نقص الانزيم الثالث، الحادة راح تؤدي الى نقص الانزيم الأبوفراجين النوع الاول. اوكي، هي نفس المخطط، اقول واحد هنا النوع الثالث وواحد النوع الاول. زين ملاحظه دا يقول لي عندي عده ادويه مثال عليها الباربيوريت والجرايسوفلوبين، هذا شبيها راح تحفز انزيم البي 450. اوكي، وهذا ايش راح يسوي بالاشخاص اللي هم اصلا عندهم عدم انتظام بتصنيع البورفوريا؟ هذا راح يسوي، يعني هذا راح يحفز من المرض، يعني انه اني اصلا دا يصير عندي خلل بتصنيع الهيم، اجي اخليه يصنع هيم اكثر هو اصلا بيه خلل. فهذه الادويه لازم اراعي انه الشخص اللي عنده بورفوريا اللي عنده خلل بتصنيع الهيم لازم اني ما انطيه اياه نهائيا. اوكي، لان هي هذه راح تزيد من البي 450، وراح يزيد البي 450 راح يزيد وياها عمليه راح تصير بالعكس، يعني بتكون بدل ما تحفز الانزيمات المصنعه راح تكون تخرب من الانزيمات المصنعه، يعني هذا الساين بيز وغيره راح تكون هي تخرب من نسبتهم، وبالتالي ما راح يتصنع عندي اني هيم بشكل صح. او شو تسوي عندها طريقه ثانيه للشغل، ايش راح تسوي؟ راح تبدي تزيد من الانزيمات المصنعه وراح تزيد وياها نسبه الهيم بطريقه غير طبيعيه. فهي شوفوا هاي الادويه تشتغل شغلتين، يا اما تضرب المصنع ويقوم اصلا ما يصنع هيم فوق ما هو خربان، او تخلي المصنع يشتغل فوق طاقته وينتج لي هيم بحيث هو يكون مضر على الجسم. احد عنده سؤال هنا؟